الشنطة ماتت يا بلد، الشنطة ماتت يا بلد. زعق بالجملة دي شاب صعيدي أصيل في واحدة من قرى المحافظة، محافظة الأقصر، بالضبط في تاريخ ديسمبر 2023. كان غريب إن تكون دي الطريقة اللي يتنقل بيها خبر في القرية، خصوصا مع التقدم التكنولوجي اللي موجود دلوقتي. وقتها اتكلموا مع بعض اتنين شباب من اللي سمعوا هما ماشيين في طريقهم. أخيرا، ياه ده كان ناقص تدفننا كلنا. ايه والله معاك حق، 125 سنة رقم كبير برضو على ان حد يعيشه. يلا زمانها بتتعذب باللي عملته، يا اخي لا يعلم الغيب الا الله. وانا يعني كنت بتبلى عليها، مش هي اللي كانت بتخطف العيال الصغيرة في البلد وهي شابة؟ دي حكاية جايالنا من جدود وجدود، ويا عالم صح ولا لا؟ يا سلام، طب تفسر بيه بقى ان بعد حادثة وادي الملوك ما تخطفش عيل واحد؟ ها؟ جاوب. لكن الحقيقة ان الشخص التاني ما كانش عنده اي اجابة، وفي نفس الوقت في بيت الشنطة كانت المغسلة وبنتها قدام جثمانها. الست ماتت في سريرها، كان على وشها ابتسامة واضحة جدا. اوضتها كانت بسيطة، فرشها كله كان من زمن الزمن، وجوه الأوضة كان في لوحة على هيئة نص وش الشخص متبروزة ومتعلقة فوق السرير بعناية. ورغم إنها لوحة مش مكتملة، لكن بان فيها مهارة الرسام وجمال المرسوم. بصت بنت المغسلة للوحة وقالت: هو ده ياما اللي... قطعتها الأم وهي بتقول لها: إحنا في إيه ولا في إيه دلوقتي؟ همي معايا، خلينا نخلص اللي ورانا، إكرام الميت دفنه، إحنا هنعمل الشغلة دي سواب. الست ملهاش لأهل ولا قرايب، كلهم فاتوها وراحوا للتراب. ردت البنت وهي بتشاور على الصورة: وهي ما عملتش أهل ليه؟ مش عشانه؟ أنت اللي قايلة لي كده، ده غير إن الحدوتة دي يعرفها أهل البلد كلهم. ردت الأم وهي بتتجه للجثمان: يا بنتي خلصيني وما تنحريش قلبي بقى، دي حكاية من 100 سنة ومحدش عارف إذا كانت. شهقت البنت علشان تقطع كلام الأم، لما وقع عينيها على أثر حرق قديم واضح في كف الشنطة اليمين من جوه. وبعد شهقتها دي قالت: الحرق ياما، الحرق اللي قلتيلي عليه أهو. سابت الأم دراع الشنطة اللي كانت رافعاه ولفت لبنتها الناحية التانية من السرير، مسكتها من دراعتها وهزتها وهي بتقول لها بنفس صبر: بنت انتي، أنا جدتي مش خالصة، الست خلاص ماتت، ما يجوزش عليها غير الرحمة، خطفت ما خطفتش حسابها عند ربنا، وانت هتشتغلي معايا يبقى تحط لسانك جوا جوفك، مش هتشتغلي يبقى تطلعي بره لحد ما خلص. قالت لها كده وبصت على الجثمان المبتسم وكملت: الست تعبت كتير في حياتها، مش هنتعبها في موتها كمان. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. والقصة مش سهلة، قصة طويلة على فكرة، قصة اسمها الشنطة. اعذروني لو انا تعبان شويه النهارده، ولكن انا قلت بما اني تعبان انا هطلع افضفض معاكم كده واحكي لكم القصه، يعني كاننا احنا قاعدين كده مع بعض في قعده سمر، كل واحد يجيب المشروب الخاص بتاعه وانا جنب اليانسون اهو عشان صوتي، فكل واحد كده يجيب المشروب الخاص بيه ويقعد علشان نسمع حدوته النهارده. الحلقه مش مستوحاه من احداث حقيقيه، ولكن فيها احداث حقيقيه، فيها حاجات حصلت، 40% بس منها أحداث حقيقية، أو 40% منها بس مستوحاة من أحداث حقيقية، والباقي كله من كتابة عزيز ياقوت. فتعالوا نشوف حكاية الشنطة، يلا بينا. الأقصر، ديسمبر 1923. هم شوية يا بهية، خلينا الحق معادي، قال الحاج كمال عين أعيان القرية الجملة دي لمراته وهو بيجهز نفسه للخروج. مراته اللي جاوبته قالت له: يوه، ما أنا بدور على العباية القطيفة هو، بدل ما تطلع في الساعة وتاخد لك لطشة برد. نفخ الحاج كمال وهو بيرد عليها: يا ريتها كانت لطشة ساعة، ده أنا رايح الوادي، هو في لطشة أكبر من كده؟ كانت بهية لقت العباية خلاص ونولتها له،
يا راجل هو انت بتصدق اللي بيتقال ده؟ لفلها الحاج كمال بعد ما لبسته العباية وجاوبها، وما صدقش ليه ان شاء الله؟ هما مش الجماعة الخواجات اللي فتحوا مقبرة توت السنة اللي فاتت، اللطش عمالة تاخدهم واحد ورا التاني؟ خلاص الواد اتلعن يا بهية، ادعي بس ربنا ان اللعنة دي ما تعديش البر وتيجي لحد هنا. الحاج كمال كلامه كان مظبوط فعلا، لانه قبلها بسنة تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك، ومن وقت اكتشافها والناس اللي شهدت على فتحها عمالة تموت واحد ورا التاني. لكن عقل بهية بفطرته ما كانش عاوز يقتنع بحاجة زي دي، وعلشان كده قالت له علشان تغير الموضوع، طيب خلي بالك بقى وانت راكب المراكب وبتعدي البر، الجو ساعة والريح شديدة. كان خرج ساعتها من قطه وهي بتقوله النصيحة دي، ولما خرجت وراه اتفاجوا هما الاتنين ببنت أخوه لابسة ومستنياه. وساعتها قالت لها بهية باستغراب، ايه اللي ملبسك كده يا بنتي؟ أصل عمي كان وعدني ان انا اروح معاه المشوار ده. زعق كمال، انا يا بنتي؟ امتى ده؟ قربت عليه بنت اخوه باست ايده، لحقت تنسى يا عمي، انت عجزت ولا ايه؟ ورغم ان كمال معجزش، ورغم ان هو كمان متأكد ان هو ما وعدش بنت اخوه بحاجة، لكنه ما قدرش الا انه يبتسم قدام منوراتها دي علشان تخرج معاه. بس تخرج معاه فين؟ الوادي؟ مستحيل، ده هو نفسه حامل هم المشوار ده. وعلشان كده رد وقال لها، لا كله الا المشوار ده. مسكت فيه البنت باصرار وكملت دلالها عليه، والنبي يا عمي علشان خاطري ورحمه ابويا. ردت بهية، خلاص بقى يا حاج كمال، البنت حلفت برحمه الغالي. وفعلا اخوه الله يرحمه كان غالي عليه، راح مع مراته في عز شبابهم في حادثه غرق، راحوا هما الاتنين وسابوا بنتهم الصغيرة وعمرها 5 سنين، عاشت مع الحاج كمال لحد ما علمها وكبرها وبقت دلوقتي 25 سنة. صحيح معاكسة شوية في موضوع الجواز، كمنها يعني متعلمة وبنت أصل وغاوية إشي قراية وإشي رسم، بس برضه هو مش مهموم من قعدتها جنبه، أهي مالية عليه هو ومراته البيت، خصوصا أنهم محرومين من الخلفة، وسبحان من بيسبب الأسباب. في الوقت ده رد كمال بعد لحظة تفكير، أيوة بس الوادي ده، قطعته بهية وهي بتديله عكازه، يا أخويا الحارس ربنا، يلا يلا علشان ما تتأخروش. وفي النهاية وافق الحاج كمال وخد بنت أخوه. كانت العربية الحصان أو الكاريتا زي ما بيسموها مستنياهم قدام باب البيت، ركبوا فيها هما الاتنين وطلعوا ناحية النيل علشان يركبوا المركب ويعدوا للبر التاني. ولما وصلوا بسلامة الله للناحية التانية كان في برضه كاريتا مستنياهم علشان تنقلهم للوادي على طول. وفي الطريق سأل كمال بنت أخوه، انتي عارفة المشوار ده أصله إيه؟ طبعا يا عم، صحفيين خواجات ومصريين جايين يزوروا الوادي ويصوروه، وطبعا طالبين أعيان المناطق علشان يحكوا لهم عنه. بصلها كمال بانبساط بسبب نبهتها دي، عفارم عليك يا بنت أخويا، زنت البنات والله، لو بس تريحي بالي وربنا يعدلها لك لاجل ما اطمن. مسكت البنت في دراعه وهي بترد عليه، قعد على قلبك العمر كله يا عمي. ضحكوا هما الاتنين سوا، وفي الوقت ده كانت الكاريتا خلاص دخلت حيز وادي الملوك المهيب. هما حسوا بده لما بدأت الأرض تميل تحتهم، واللي ما يعرفش وادي الملوك فهو جغرافيا وبمنتهى البساطة عبارة عن حفرة كبيرة مش منتظمة، حاجة كده شبه الأخدود الضيق، حواليه صخور تقريبا من كل ناحية، نهر النيل في جهته الغربية، الجهة اللي جه منها كمال وبنت أخوه، وفي الجهة الشرقية بتجاوروا معابد الكرنك بتماثيلها الأربعة الضخمة الشهيرة اللي هم مرسومين على الجنيه المصري للورق ده. وفي الشوية اللي كنا بندرس فيهم جغرافية المكان دول وصل كمال وبنت أخوه لوادي الملوك. كان المنظر رهيب في عيونهم، تلال ضخمة بتحاوط ببان الوادي، نور الشمس بيحاول يطلع وسط غيوم ديسمبر القوية، ومع صوت الرياح الواضح ونشاطها الكبير في كل الاتجاهات، اتقدم كمال وبنت أخوه للحشد الصحفي اللي كان واقف في قلب الوادي، دور على أي وش يعرفه لحد ما لقى وسطهم سالم البرديسي جاره في البلد. سالم الأول ما الحاج كمال شافه اتقدم وقال له، سالم يا سالم.
دارت عين سالم لمصدر الصوت، وأول ما لمح كمال قال له بزعيق هو كمان: حاج كمال هم تعالى. وصل الحاج كمال وبنت أخول سالم اللي كان وسط الحشد، وفجأة طلب من كمال يقول ذكرى محتفظ بيها تكون مرتبطة بوادي الملوك. وقبل ما يتكلم نطق صحفي إنجليزي بلغته الأجنبية: وده يعرف إيه عن الوادي؟ ده تلاقيه واحد جاهل. الحاج كمال ما فهمش الجملة، لكن بنت أخوه المتعلمة فهمتها، وكانت لسه هترد الإساءة، لكن سبقها شاب طويل وعريض أسمر كده وعيونه بلون النحاس المطفي. رد بلهجة جديدة وبنفس لغة الصحفي: احفظ لسانك يا أجنبي. بصته البنت في انبهار، الانبهار اللي قطعه الحاج كمال لما سأل عن اللي حصل. ولما بنت أخوه حكت له اتضايق جدا، لكنه على كل حال قال الذكرى اللي عنده بعد احتواء الموقف، وقال كام كلمة كده لكام جورنال، ووسط كلامه كان حريص جدا انه يعرف اسامي الجرايد علشان يبقى يبعت يجيبهم من مصر مخصوص، وده علشان يتباهى باسمه اللي بقى مكتوب في اخبارهم قدام اهل البلد. وطبعا بنت اخوه كانت جنبه ومش بتفرقه ابدا، حتى انها كانت بترجم له احسن من المترجمين اللي مع الحشد كمان. ولما دخلوا بهو الوادي مع الحشد قال كمال لبنت اخوه: فين الراجل اللي رد غلط الصحة في الخواجة؟ بصت البنت يمين وشمال لحد ما لقيته كان واقف لوحده مشغول بفحص النقوش الأثرية بعينيه. شاورت عليه وهي بتقول لكمال: أهو هناك يا عمي. طيب همي لما نشكره ونعمل الواجب. اتقدموا الاتنين ناحيته، ولما بقوا وراه كح الحاج كمال كحة مفتعلة كانت كفيلة علشان الشاب ده يلتفت ليهم وعيونه كلها تساؤل. اتنحنح كمال ساعتها وقال لها: قوليله اني متشكر قوي على الموقف اللي عمله علشاني مع زميله اللي قطع الشاب وقال بلهجة مصرية: المحتل ده مش زميل ليا. نطت الدهشة على ملامح كمال وبنت اخوه اللي انبهرها بالشاب ده زاد الضعف، وده كان واضح جدا على صوتها لما سألته: انت مصري زينا؟ رد الشاب ده بلهجة كلها فخر: ابا عن جد كمان. انبهار البنت كان فاق الحد، أول مرة حد يهز قلبها كده. صحيح اتقدم لها عرسان ياما من بلدهم ومن البر كله، بس أول مرة قلبها يدق بالقوة دي. وطبعا الانبهار ده ما فاتش من تحت عيون الحاج كمال اللي هو كمان أعجب برجولة الشاب، رجولته اللي كانت واضحة في صوته وموقفه اللي عمله علشانه. وعلشان كده مد إيده وهو بيقدم نفسه وقال له: أنا الحاج كمال العزاوي عين أعيان بلدنا. حس كمال بقوة القبضة بتاعت الشاب وهو بيبدله التحية، وحس كمان بالقوة دي في صوته لما جاوب: وأنا اسمي حارس. بصله كمال والبنت في انبهار، ومرت لحظة صمت كده وكأنهم مستنيين يكمل باقي الاسم بشكل كامل، لكنه اكتفى بابتسامة بسيطة فتحت قلب البنت له أكتر، وده بان في صوتها لما قالت له: وأنا اسمي ذهبية. المرة دي كان الانبهار في عيون حارس، ورغم لونهم المطفي إلا إن الحاج كمال قدر يلمح فيهم بريق إعجاب سريع جدا. أنت منين يا أستاذ حارس؟ أنا من القاهرة، جاي هنا علشان أعمل تحقيق صحفي عن وادي الملوك. حس كمال بخيبة الأمل، من القاهرة؟ ده كان ما صدق إن البت قلبها اتحرك، وده إلا يخليه يتجوز من آخر الدنيا وهو عنده بنات مصر، أكيد هناك بدل الواحدة ألف. ومن بعد جواب حارس سأل الذهبية وعيونها عليه: وحضرتك جاي لوحدك ولا مع وفد؟ فجأة تجدد الأمل جوه الحاج كمال لما جاوب حارس: لا لوحدي، الجورنال بيبعتني المأموريات الخارجية علشان مقطوع من شجرة. وبينه وبين نفسه قرر الحاج كمال لما شاف الانبهار الواضح والتعلق السريع من ذهبية ناحية حارس أنه يستضيفه بشكل ودي عنده، منها يتعرف عليه أكتر، ومنها إذا حصل نصيب يقرب من ذهبية. كده كده بيتهم التاني اللي بيستقبل في مندرته رجالة البلد جنب بيتهم اللي ساكنين فيه دلوقتي، يتنظف كويس وياخد الراجل على ضيافته، واللي فيه الخير يبقى يقدمه ربنا. ولما عرض العرض ده على حارس رفض بشدة، لدرجة إن الدموع كانت هتهرب من عيون ذهبية الزرق. إن قانون التخفي الأول
هو ألا تتحرك وحدك. رنت الجملة دي فعال حارس والحاج كمال بيحاول يقنعه بقبول الاستضافة، فبص حارس لذهبية اللي كانت كل لمحة من وشها بتترجى إنه يوافق، ومع نظراته دي رد بهدوء: خلاص يا حاج كمال، ولو إني مش عارف أقدر أرد الزيارة دي ولا لأ. قال له كمال وهو بيمسك ذراعه بود وبيتجه بيه مع ذهبية برا البهو: يا سيدي كفاية وقفتك قصاد الخواجة علشان خاطري. وطول الطريق كمال كان بيحاول يعرف من حارس معلومات أكتر عنه، أما ذهبية فكانت هيمانة حرفيا في ملامحه المصرية الأصيلة وصوته القوي اللي كله ثقة في النفس. ولما وصلوا لشط النيل علشان يركبوا المركب ويرجعوا بيها البلد، قالت له ذهبية: البلد بتاعتنا هتعجبك قوي، الأقصر أحسن بكتير من القاهرة. بص لحارس وهو بيقول لها: قصدك طيبة؟ ابتسمت وهي بتجاوبه: طيبة دي كانت زمان، دلوقتي اسمها الأقصر. إن التخفي يتطلب منك أن تكون متيقظا لما تقول ولما تفعل. رنت الجملة دي في عقل حارس بعد ما ارتبك للحظات، وبعد الجملة دي قال الحاج كمال: خلي بالك، ذهبية بنت أخويا مثقفة قوي، علمناها في البيت كل حاجة، القراية والكتابة والتاريخ واللغات، أشطر بنت في البر كله. بص حارس بإعجاب واضح جدا لذهبية بصة خلتها تغرق في بحر من الخجل، وهو بيقول: طبعا، ومين أشطر منها؟ غمز الحاج كمال بعينيه: وطبخة بريمو كمان. زاد خجل ذهبية لما ضحك كمال وحارس، كانوا وصلوا خلاص للبر التاني، وهناك كانت الكاريتا مستنياهم علشان توصلهم للقرية. طبعا التساؤلات كانت باينة على وشوش كل اللي شافوهم، من أول سواق الكاريتا لحد بهية. بهية اللي أول ما اختلت بكمال في أوضتهم قالت له بصوت عالي: إيه اللي أنت جايبه معاك ده يا راجل؟ بص وطي حسك، ده يا جدع جورنالجي جاي يعمل أخبار في البلد. وإيه اللي حدفه عليك يا سي كمال؟ قعد كمال على طرف السرير وقال لها: ذهبية يا ست بهية، ذهبية هي اللي حدفته. بصت لمراته نظرات كلها أسئلة، فحكى لها كل اللي حصل. وبعد ما حكى سألته: طب وانت تعرف ايه بقى عن الراجل ده علشان تخطط له التخطيط ده كله؟ نفخ كمال وهو بيجاوبها: حاولت اعرف منه طول السكة اي حاجة ما قدرتش، كل اللي عرفته ان هو مقطوع من شجرة واسمه حارس وجاي يعمل اخبار هنا. في الوقت اللي كانت فيه بهية بتجادل كمال، كان حارس وذهبية قاعدين مستنيين في مدخل البيت الجواني، ومع قعدتهم قال لها حارس: المكان هنا لطيف قوي، ان شاء الله ترتاح في المكان وترتاح مع اصحابه. بص لها حارس من فوق لتحت كانه بيتفحصها، بنت جميله بسيطه على الفطره، شعرها الاسود ووشها الخمري المدور بينطقوا بمصريتها الشديده، كانت جميله قوي في عينيه. اذا دخلت العاطفه الحسيه القلب تجعل التفكير مشوشا واليد مرتعشه والقرار متاخر ولا تشعر. دارت الجملة دي في عقل حارس، فحول نظرته من ذهبية خالص وانشغل بفحص المكان وهو بيكلمها: أمال الحاج كمال راح فين؟ خرج الحاج كمال من أوضته وهو بيقول له: أنا هو يا حارس يا ابني. كانت مراته خرجت وراه وهي بترحب بحارس: يا مرحب يا مرحب، نورت يا ابني، أنا خالتك بهية مرات الحاج كمال. ابتسم لها حارس، وبعدها قرر الحاج كمال إن حارس هيبات في أوضة الضيوف اللي في الدور الفوقاني من البيت، وبكرة إن شاء الله لما يتنظف البيت التاني ويتفتح يبقى يتنقل فيه. أما بهية فلمحت في عيون ذهبية حب ما يغلطش نظر أي حد يشوفه، البنت بتحبه فعلا، اليمامة اللي تربت على أيديها قلبها دق خلاص. ذهبية همي معايا لما نعمل الغدا، يا ذهبية. نطقت بهية الجملة دي، بس ذهبية كانت في عالم تاني خالص، هو ده فارس الأحلام اللي فضلت مستنياه، اللي قرت عنه كتير في الروايات والقصص، هو أكيد قلبه زي قلب ذهبية ما يغلطش في مشاعره أبدا.
انتبه الذهبية لزعيق بهية فابتسمت وراحت معاها على المطبخ. وقتها خرج الحاج كمال مع حارس لحوش البيت اللي بره. وقت خروجهم قال له كمال وهم بيقعدوا على كنبة المدخل: ذهبية بنت أخويا متربية على الأدب والحشمة، دايما لها رأي ونظرة في الأشياء. أيوة حكمانا ربتها باللين على الصراحة والاحترام. قال له حارس بنبرة إعجاب ما قدرش يخبيها: اللي زي ذهبية دي الواحد يقابلها في العمر مرة واحدة بس ويبقى يبخته. ابتسم له الحاج كمال وقال: يبقى للمفروض يقابلها بقى يحافظ عليها ويربطها بيه. العاطفة إذا تعارضت مع المهمة فقتل العاطفة وقتها يصبح أمرا حتمي. ضربت الجملة دي فجأة في عقل حارس اللي بان عليه الارتباك للحظات، وبعدها رد على كمال: هو أنا أقدر أخرج أي وقت وأستكشف البلد علشان التحقيق يا حاج؟ طمنه كمال أنه ممكن يخرج أي وقت فعلا، لكن ده لما يتنقل بكرة للبيت التاني اللي هيسيب له مفتاحه، وكمان كاريتا مخصوص في حوشه علشان لو حب يستعملها، بس قال له أنه من الأحسن أنه ما يمشيش بالليل بعد غروب الشمس، خصوصا أن الدنيا بتبقى عتمة وهو شهر كياك الأيام دي جديد. واللي ما يعرفش شهر كياك هو واحد من شهور البرد الشديدة جدا في التقويم المصري القديم. وبعد شوية دردشة عن البلد وأهلها أعلنت الست بهية عن وجبة الغداء، وعلى الأكل سألته بهية: إلا قولي يا ابني هو عمرك قد إيه؟ إن حياتك تساوي صفر إن كنت في مهمة أو في حالة حرب. ظهرت الجملة دي مرة واحدة في عقل حارس مع سؤال بهية. حارس اللي جاوب بمنورة: هو أنا شكلي عجوز ولا إيه يا خالة بهية؟ اسم الله عليك يا ابني، شباب الله أكبر. وقتها اتكلم كمال وهو بيشاور بشوكة الأكل على ذهبية: بنت أخويا بقى عندها 25 سنة، بس مخها ما أقولكش أكبر من سنها بكتير. بص حارس لذهبية واتكلم بإعجاب صادق: دي حاجة واضحة زي الشمس يا حاج كمال. اتكسف الذهبية من الخجل وبصت في طبق الأكل من غير ما تقول ولا كلمة. أما الحاج كمال فبعد لحظة صمت قال لمراته: أما بهيئة لو كنت شفت الأستاذ حارس النهاردة وهو بيرد على الصحة في الخواجة كان هياكله أكل. قالت بهيئة وهي بترفع أيديها بوضع الدعاء: إمتى ربنا يزحهم من علينا ونرتاح من خلقتهم بقى؟ قادر على كل شيء يا بهيئة، قادر على كل شيء. اتكلمت الذهبية: هيخرجوا قريب إن شاء الله، احنا طردنا كل محتل دنس ارضنا، وتاريخ بيقول اننا شعب ما يرضاش بالاحتلال ابدا. لو كان في آلة تصوير في اللحظه دي ولقطت نظره حارس لذهبيه كانت هتسجل مزيج من مشاعر الاعجاب والاحترام والحب. وطبعا النظره دي ما فاتتش على الكل، ذهبيه خدودها ظهر عليهم الخجل اكتر، اما كمال وبهيه فبصوا لبعض بنظره خاصه بينهم. بعدها قال كمال علشان ينهي الحالة الرومانسية دي: كان نفسي أصدقك يا ذهبية يا بنتي، بس شكلهم قاعدين كتير قوي. ظهر الزعل الخفيف على وش ذهبية، كمان عمها يعني قال الكلمتين دول وما وافقهاش على كلامها قدام حارس. لكن فجأة رد حارس وكأنه بيدعم ذهبية: مش هيقعدوا أكتر من 31 سنة بس. بصوله التلاتة بذهول نتيجة الثقة اللي حدد بيها التاريخ 1954 اللي كان فيما بعد هو فعلا تاريخ خروج الإنجليز من مصر. إن كشف المستقبل قبل أوانه يجلب الكثير من المفارقات الزمنية الخطرة، انتبه لما تقول. وبعد الجملة دي ما مالت على حارس كالمعتاد رد بنبرة مرح غير معتادة منه: أنا قصدي يعني إن الكلام ذهبية مظبوط مهما كان الواقع عكس كده. رجع الخجل لوش ذهبية تاني وساعتها اتكلمت بهية: ربنا يكبر بخاطرك يا ابني يا رب. وبعدها قالت لكمال: شفت بقى اما جايب الوادي اللي ما كانتش عجباك يا سي كمال؟ ولما ظهرت الحيرة على وش حارس حكاله كمال قلقه من رحلة الوادي، وده يعني علشان اللي حصل لمكتشفين مقبرة توت عنخ آمون السنة اللي قبلها. وبعد ما خلص كلامه حارس اتغير ملامح وشه كلها للشر المطلق وقال: ده أقل جزاء لأي كائن يعتدي على هيبة الملك. وبعد لحظة صمت
رجعت فيها ملامحه لطبيعتها وكمل وقال: قصدي إنهم هما اللي جنوا على نفسهم. ولأنها إجابة مقبولة زي كل الإجابات اللي بيقولها لما يرتبك، اتغير الموضوع على طول. وبعد شرب الشاي كان الليل نسق خيوطه وخلاص، اتحرك كل واحد لمكان نومه. فضلوا بس قنديلين هما اللي منورين في البيت طول الليل، قنديل أوضة ذهبية وقنديل أوضة حارس. حارس اللي كان حاسس بتضارب مشاعره بشكل ما يقدرش يتجاهله، والسبب كان الذهبية. عمره ما فقد تركيزه بالشكل ده في أي مهمة. ظهورها المفاجئ وحسيسه اللي اتحركت ناحيتها غيروا كل شيء فيه. أما ذهبية ففي نفس الوقت ده كانت جوه أوضتها، طلعت ورقة رسم بيضة وبدأت ترسم عليها الجنب اليمين من وش حارس. ورغم أنها لسه شايفاه من كام ساعة، إلا أنها رسمته زي ما يكون واقف قدامها. ومع نهاية الليل طلع النهار، ومع طلوعه خرج حارس من بدري يتمشى في القرية بشكل حر. كان عايز يعرف المداخل والمخارج وشكل الطرق. بعد كده راح وادي الملوك، لف فيه تقريبا اليوم كله ورجع بالمركب، وصمم إن هو يقدف بنفسه علشان يقيس سرعة الطيار وسرعة الهواء. بعد كده رجع حارس لبيت الحاج كمال اللي كان في استقباله على كنبة المدخل. وأول ما لمح حارس عاتبه بشدة خفيفة، إزاي يبقى ضيف عنده ويمشي في البلد على رجليه لوحده؟ لكن حارس قال له إن هو محبش يزعجه ولا يربطه بيه، خصوصا إن هو اتحرك من بدري. لكن كمال عرفه بعدها إن البيت التاني اللي هيقعد فيه جهز لاستقباله خلاص، وراحوا على هناك على طول. ومع وصولهم للبيت فرج كمال حارس على البيت وعرفه أماكن كل المستلزمات. لكن حارس سأله فجأة وقال له: إيه الأقلام والورق ده يا حاج كمال؟ دول بقى هدية من ذهبية بنت أخويا علشان تعرف تكتب أخبارك أول بأول يا بطل. ذهبية هي اللي جابتهم علشاني؟ أيوة، بنت نبيها وما تنساش حاجة أبدا. ابتسم حارس في هدوء كده من غير ما يرد كالعادة. وفي نفس الوقت في بيت كمال الأولاني دخلت بهية على ذهبية أوضتها فجأة وقالت لها: أنت ما بترديش عليا ليه؟ قطعت جملتها فجأة لما قامت ذهبية من على كرسي الترابيزة اللي في وسط أوضتها وهي بتضم لصدرها ورقة رسم كأنها بتخبيها. في اللحظة دي قالت لها بهية وهي بتتقدم ناحيتها: مخبية إيه يا ذهبية يا بنتي؟ ردت ذهبية: مفيش ياما بهية، دي رسمة مش قد كده يعني وكنت ناوي أقطعها. قربت ناحيتها وسحبت منها ورقة الرسم في هدوء استسلمت له ذهبية. وأول ما بهية شافت الرسمة قالت: إيه ده يا بنتي يا ذهبية؟ دي زي ما يكون هو بالظبط. بس ذهبية في الأرض من الخجل، خصوصا لما رفعت بهية الرسمة قدامها وهي بتقول بخبث: بقى حد يرمي رسمة حلوة زي دي؟ قال مش قد كده، قال طب مش لما أبو عيون نحاس يشوفها الأول؟ مسكت ذهبية دراعها بتوسل وقالت لها: في عرضك يا أم بهية، ما تجيبيش سيرة لحد والنبي. حطت بهية الرسمة على الترابيزة ومسكت ذهبية من دراعتها بالراحة: عمك يا أختي عارف كل حاجة، باين عليكوا يا ملاعين، أنت فاكرانا عواجيز ونايمين على ودنا ولا إيه يا بت؟ بصت لها ذهبية باستغراب لكنها برضه كملت: اوعي يا بنتي تكوني فاكره اننا بنفتح دارنا للي رايح وللي جاي. لا، لولا ان عمك حس ان قلبك مال وعندك ثقه فيه ما كانش الجدع ده خط حتى البر بتاعنا. احنا مربينك احسن تربيه وادينا لك حريه قرارك علشان مطمنين لمخك المنور. قالت لها ذهبيه: بس انا حاسه انه ايه بس؟ الجدع غرقان لشوشته هو كمان. لا، وباين عليه ابن ناس وشهم ومتربي احسن تربيه. بس أنا خالتي ذهبية خايفة يخلص مأموريته ويرجع على مصر. ردت بهية وهي بتاخدها بإيديها بره الأوضة: يرجع فين؟ ده أنت لو كنت شفتي عينيه وهي بتطق هيا من امبارح على الأكل ما كنتش تقولي كده. وأنت حد يفوتك يا ست البنات؟ من بقك لباب السما يا رب ياما. أو النبي، ده إن ما كانش بكرة يربطك بيه عمرك كله وما بقاش أنا. ورغم إن بهية ما بتقراش الطالع ولا ليها كرامات سابقة، إلا إن نبوءتها دي هتتحقق وبالحرف. مر بقى اليوم بشكل طبيعي جدا زي اللي قبله. حارس راح وقت الغداء والعشاء لبيت الحاج كمال، وفي الأوقات دي اتجمعوا الكل كالعادة. ولما جه وقت المفارقة رجع حارس البيت التاني ودخل الذهبية أوضتها، وعلى غير العادة سهر كمال مع بهية شوية.
ايه الاخبار يا حاج كمال؟ والله يا بهير الجدع ابن ناس وما بتطلعش منه العيبه. ما باين يا اخويا، انا قصدي فتحك في حاجه. لا طبعا، مش على طول كده. هو قال ان هو في مأموريه، ولما بنجيب سيره الذهبيه بحس انه ميال ليها قوي. ما دام ميال ما تكلمش ليه يا ولية؟ الجدع شايفينه امبارح لسه. هو احنا بس اللي بندرسه؟ ما هو كمان بيدرسنا وبيشوف عوايدنا. البت بتحبه يا كمال. عارف يا بهية، امال انا بعمل كل ده ليه؟ انا اللي مطمني ان هو كمان بيحبها. والعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا بقول نصبر شوية وبعدين نشوف، بلاش نستعجل. احنا ما صدقنا عودة البنت اتفكت. وبعدها طفوا نور القنديل وغرقوا في سابع نومة. أما الذهبية اللي كانوا حاملين همها كانت بتتقلب في سريرها من كتر التفكير. يا ترى بيحبها زي ما بتحبه؟ حاسس بيها؟ كل نظراته وتصرفاته بتقول أيوة. طب ليه ما تكلمش لحد دلوقتي؟ ما قدرتش تستحمل إعصار الأسئلة اللي في مخها، فقامت من سريرها ودورت على شالها التقيل ولفت بيه نفسها وطلعت فوق سطوح البيت. الجو كان ساعة جدا، لكن اللي بيحب بيبقى دافيان على طول. وبشخصيتها الحالمة الرسامة بصت ذهبية كتير للسما، وفجأة سمعت صوت بوابة بيت بتتفتح. يا ترى مين اللي هيخرج في الجو ده؟ وكانت صدمتها كبيرة لما لقت حارس هو اللي واقف قدام البيت بيبص حواليه يمين وشمال، وبعدها مشي بسرعة ناحية بر النيل. يا ترى ايه اللي مخرجه في الوقت ده؟ صحيح يعني الدنيا لسه ما نمتش، لكن أغلب الناس في البيوت قافلين عليهم بابهم من الساعة. فضلت مستنياه كتير، قد إيه ما تعرفش، لحد ما نار التفكير غلبت نار الحب وحست بالبرد. قررت تنزل تنام وبكرة تبقى تسأله، بس ما كانتش تعرف إن بكرة مش هيكون يوم عادي أبداً. ده تاني يوم صحي بيت الحاج كمال على خبطة عنيف على الباب. يا حاج كمال افتح يا حاج كمال. قام الحاج كمال وفتح الباب، كان يدوب لسه النهار طالع، ومع فتحته للباب قال لسالم: في ايه يا سالم؟ مصيبة يا حاج كمال، مصيبة. مصيبة ايه كفالة الشر؟ لقوا عيل ميت في الوادي من شوية. وسعت عيون كمال من الذهول وسأله: عيل؟ عيل مين؟ يا حاج كمال عيل من بلد جنبنا اتفقد بالليل وأهله قلبوا عليه الدنيا، وبعد ما تعبوا من التدوير قالوا يدوروا على البر التاني، ولما عدوا لقوه هناك ميت في صحن الوادي، وكمان كان حوالين منه دايرة جمر يا دوب مطفية. في اللحظة دي البيت كله كان صحي وعرفوا الخبر. الوحيدة اللي قلبها وقع في رجليها كانت ذهبية. معقول؟ معقول اللي بتفكر فيه ده يكون صح؟ مستحيل. طب ليه؟ وعلشان ايه؟ في اللحظة دي شاف الذهبية حارس وهو بيقابل عمها على باب البيت، وبمجرد ما قابله قال له كمال: اركب معايا يا أستاذ حارس، في مصيبة كبيرة قوي في الوادي. لما وصلوا وادي الملوك رجالة الشرطة كانت في كل حتة، وشاف حارس المنظر. طفل ما يكملش 10 سنين كان مرسوم حوالين منه أثر لدايرة نار مطفية، وتعرف إن الولد ده اتفقد في ساعة ليل متأخرة، وإن سبب الوفاة هو جرح في المعصم اتصفى عن طريقه نسبة كبيرة جدا من دم الطفل، وما كانش فيه أي أثر لأي حاجة تانية. وقتها كان حارس جنب كمال وهو بيسأل الظابط: إزاي الولد عدى البر يا حضرة الظابط؟ ده صغار ما يقدرش يأدب في الجو ده. الحقيقة الولد كان بيلعب مع أطفال في سنه ناحية بر النيل، وقالوا إن في حد شاور له وبعدها راح الولد معاه. حد مين؟ واحدة ست. واحدة ست؟ شابة يعني؟ لا، شنطة. ما حسش حارس بنفسه إلا هو بيرد بشرود: شنطة؟ لكن الظابط ما انتبهش ليه ولا لشروده، وكمل وقال: أيوة، وغالبا دي اللي عدت بيه البر لهنا. الأطفال لما رجعوا البيت اكتشفوا أهل الطفل إن هو مش معاهم، وبدأوا يدوروا عليه، ولما يأسوا خالص قالوا يعدوا البر للوادي علشان يمسحوا صفحة النيل كلها، ليكون الطفل غرق وهو بيعوم.
ولما وصلوا البر الوادي كملوا فيه لحد جوه، ومع أول خيوط الفجر لقوا المنظر اللي حضرتك شفته ده. بعد ما الضابط خلص كلام سكت، كلهم فضلوا سكتين لحد ما فات وقت، وبعده لف حارس مع كمال اليوم كله تقريبا، وبعدها رجعوا على البيت. وهناك كانت بهية ودهبية مستنيينهم بفارغ الصبر. ومع وصولهم قالت بهية: يا حزني على الضأنة، ربنا ينتقم من اللي أذاه. بص الدهبية الحارس بشكل مفاجئ، ولما جه وقت الغداء اعتذر حارس وقال إن هو محتاج يكتب تقارير عن الحادثة قبل نور النهار ما يروح. وبعدها قال إنه هيطلع يقف فوق السطوح على المغربية، وهنا لقط الدهبية الميعاد. وفعلا لما جه وقتها استأذنت بهية وقالت لها إنها تطلع على السطح تشم شوية هوا، ولكن كان رد كمال عليها إنه إيه اللي يطلعك في الساعة دي يا بنتي؟ وبهية علشان فاهمة قالت لها: وماله يا بنتي، بس تقلي هدمتك وما تغيبيش. وأول ما طلعت الدهبية قالت بهية: جرى إيه يا راجل؟ أنت ما كنتش سامع الجدع وهو بيقول طالع السطح على المغربية؟ أيوة يا بهية، بس إيه؟ مش يمكن اللي معطله انه عاوز يتحدث معاها شوية؟ سيبه يمكن تتحل عقدة لسانه. ولما طلعت الدهبية فوق كان حارس على السطوح اللي قصادها، وأول ما شافها قال لها: كويس إنك جيتي، كنت فاكر إنك مش هتاخدي بالك من الميعاد. لا طبعا أنا فهمت. لاحظ حارس إنها متغيرة فقال لها: مالك يا دهبية، في حاجة مضايقاكي؟ كانت عاوزة تسأله عن خروجه المتأخر بالليل امبارح ورجع امتى، بس ما قدرتش. كل اللي قالته انها زعلانة على الواد اللي مات. فشرت حارس شوية وبعدين قال لها: اللي موته هياخد جزاءه اكيد. بصت له دهبية وهي بتقول بشك: بس انا مش مقتنع ان ست عجوزة تعمل كل ده لوحدها، اكيد ليها شركة. قال لها حارس: ما اعتقدش، هي الشمطة اللي عملت كل حاجة. متعرفش ليه حست زي ما يكون حارس بينفي تهمة عن نفسه. هو الشخص الشكاك كده، بيفسر كل حاجة حسب رؤيته، بس معقول يكون له يد؟ أو الواحد تحبه وتتصدم فيه كده؟ وقبل ما تسأل إزاي دهبية شكت في حارس بالسرعة دي، خليني ألفت نظرك إن دهبية تربت يتيمة ومن غير إخوات، عاشت أغلب فترات تكوين شخصيتها بين الكتب والروايات، يعني اتعودت تفكر بمنطق الحواديت، بتعمل من أقل تفصيلة حدوتة كبيرة في راسها. وده مش قصور في التفكير منها قد ما هو طبع ملهاش يد فيه، زي الكاتب لما بيتعامل مع كل حاجة حواليه بمنطق المصدر القصصي، أي كلمة أي لفتة أي حاجة تنفع تبقى حدوتة. وجنب طبع دهبية ده كان فيه كمان غموض حارس اللي ساهم كتير في شكها فيه. أما حارس نفسه فما كانش متخيل إن دهبية ممكن تشك فيه أصلا، لأنه في الأساس ما يعرفش إنها شافته وقت خروجه، لكنه افتكر إن ارتباكها ده سببه إن هما مش عارفين يصرحوا بعض بمشاعرهم. وهنا قال لها فجأة: قولي لي يا دهبية، هو اللي يحب حد مش يعذره إذا خب عليه حاجة لمصلحته؟ بص دهبية في ملامحه وقالت: على حسب، في أسرار ما ينفعش نسامح في نتائجها، خصوصا لو كان أساسها الخيانة أو الكذب. ردت حارس وراها باستغراب: الكذب؟ طبعا الكذب أصل كل الشرور. أنت إزاي جيت البلد هنا وأنت ما معكش شنطة هدوم واحدة؟ ارتبك حارس شوية من تغيير دهبية معاه، وحس إنها بتحاول تكشف سره. أصل أنا فقدتها في المواصلة، وأكيد زمانهم رجعوا بيها على الجورنال. جورنال إيه؟ اللي أنا بشتغل فيه. اسمه إيه؟ زاد ارتباكه أكتر وفعلا معرفش يجاوب، بص لبعيد عن عيونها الناحية التانية فسابته بشكل مفاجئ ونزلت على تحت. كان مستغرب جدا انقلابها عليه بالشكل ده، بس هو السبب، هو اللي أعلن عن مشاعره ونسي إنه في مهمة محددة. أما دهبية فنزلت من فوق ووشها كله هموم ومرضيتش تتكلم مع حد. معقولة يكون له يد في اللي حصل؟ مش يمكن صدفة؟ طبيعي صحفي زيه يخرج أي وقت، بس هو إيه اللي يثبت إنه صحفي أصلا؟
ده حتى ما قالهاش ان هو خرج امبارح وما جاوبهاش هو شغال في جورنال ايه. طبعا هي بتسأل وبتشك مش علشان تحاول تثبت الشك، علشان تنفيه، خاصة ان اجاباته كلها كانت مبهمة، ومن ضيقها وتفكيرها نامت ودموعها على خدها وما خرجتش حتى تتعشى، ولا حارس حتى جه يومها. وبسبب كده يفتكر كمال ومراته ان الامور بين ذهبية وحارس لسه قدامها شوية، وشافوا ان اللي حصل ده كويس علشان يعرفوا راسهم من رجليهم. لكن تاني يوم صحيت البلد على خبر ضحية جديدة، وبنفس الطريقة طفل من بلد جنبهم لقوه دمه متصفي في صحن الوادي. كانش حد عارف ايه اللي المفروض يتم، لا الحكومة ولا الاهالي. النقص اللي كان موجود في عدد افراد الشرطة نفسهم، وده كان شائع في المحافظات اللي بعيد عن العاصمة زمان، ساهم في ان الوادي ما يتقفلش ولا يتعمل عليه حظر، يدوب شالوا الجثة بس، خصوصا انه ما كانش بيبقى فيه اي اثار تانية. وقوة الشرطة البسيطة دي كانت بتتنقل كلها لقرية الضحية علشان يدوب تلحق تحقق مع الكل، وكانوا بيوصلوا لنفس التفاصيل. ست شمطة ندى هيتعيل وهو بيلعب، ولما أهله حسوا بتأخيره دوروا عليه وما لقاهوش، والباقي معروف. في اليوم ده اتجمع الكل على الأكل في بيت الحاج كمال، لكن عكس المرات الأولى الكل كان ساكت ومترقب. أما حارس فقال لهم فجأة، أنا قررت أرجع مصر في الكام يوم اللي جايين إن شاء الله. كان الذهول على وش كمال وبهية، خصوصا لما قامت ذهبية من على الأكل فجأة ودخلت أوضتها. وقتها قال له كمال، يا ابني ما تخليك هنا كام يوم كمان. معلش يا حاج كمال، علشان ألحق أوصل أخبار الحوادث اللي هنا للجورنال في مصر. قالت بهية فجأة، طب وذهبية؟ بص لها حارس في دهشة وقال لها كمال بعصبية، بهية في إيه؟ لكن الست قامت من مكانها وهي كمان دخلت ورا البنت الأوضة، ومع دخولها استأذن حارس، عن إذنك حاج كمال، ومتشكر قوي على الوقت اللي قضيته هنا. وقتها حتى قام من غير ما كمال يرد عليه. وفي وقت المغربية طلع حارس للسطوح، وكانت ذهبية واقفة بتتأمل الشمس اللي يدوب بتغرب وسط غيوم ديسمبر. ذهبية بصته ذهبية وعيونها كلها دموع، دموع ادخل عليها قلبه وخلته قال لها، أنا يا ذهبية، أنا أنت إيه؟ أنت ظهرت في حياتنا ليه؟ عملت اللعبة دي كلها ليه؟ واستغلتني أنا ليه؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده يا ذهبية؟ أنا عارفة كل حاجة، أنا شفتك امبارح وأنت خارج بالليل وفهمت كل حاجة، فهمت لما تاني يوم وصل خبر موت الولد بتاع الوادي. بصلها بذهول شديد، دي بتشك فيه، بتشك فيه إن هو السبب في حوادث القتل أو على الأقل مشارك فيها. معقول؟ عقلها خيالي للدرجة دي؟ بس بغض النظر عن شكها، مش يمكن الخيال ده هو اللي مطلوب؟ هذه الحقيقة لا يمكن مشاركتها أبدا مع من لم يتملك من أمامك كامل قواه الذهنية. ومرة تانية رجع الكلام يتردد في عقل حارس، يقول لها ولا ما يقولهاش؟ يا ترى هتقدر تحفظ السر؟ كانت قدامه غرقانة في دموعها وشكوكها، وعشان كده قال لها، كل اللي في دماغك ده أوهام يا ذهبية، أنا ماليش يد في أي حاجة حصلت، صدقيني. وحياة، بصته ذهبية بترقب وعيونها الزرقاء على شفايفه. ما قدرش حارس يقاوم إحساسه وقال لها وهو منفعل، وحياة حبي ليكي. بصت له البنت بحب برغم بحر الدموع اللي نازل من عينيها. أمال إيه الحقيقة يا حارس؟ إيه السر اللي أنت مخبيه عليا وعلى أهلي من ساعة ما جيت؟ إن إفشاء الأسرار جريمة عظمى، يقابلها الوصم بالعار للأبد والإعدام بلا رحمة. رنت الجمل دي زي جرس الإنذار في عقل حارس. حارس اللي كانت صورته مزينة عيون ذهبية الزرق، ومع الليل اللي أعلن نزوله عليهم فجأة وبعد فترة صمت قال لها، هتعرفي في الوقت المناسب، بس يا رب ساعتها تصدقيني وتحفظي السر ده.
أنا ممكن أحفظ السر إن شاء الله 100 سنة، بس ريح قلبي وطمني يا حارس. كان حارس لسه هيقول فعلا، لكنه تراجع في آخر لحظة. اتصدم الذهبية من التراجع ده، لكن من جوه قلبها كانت حاسة أنه صادق، لكنه إحساس من غير أي دليل. وفجأة قرر أنه ينزل تحت بشكل مفاجئ، وما كانش قدامها غير أنها تستسلم لقراره. ولما نزل حارس كان جواه صراع كبير، صراع بين أنه هو يقول لذهبية على حقيقته وبين أنه يكمل في مهمته في صمت. لكنه قرر في النهاية أنه يبلغ ذهبية بالسر. مسك الورقة والقلم وبدأ يكتب كل الحقيقة. كان الليل حل خلاص، حط الجواب في جيبه وطلع برا البيت، لكنه سمع أن في طفل مفقود في القرية والناس بدأت تدور عليه. ومن غير تردد طلع جري ناحية بر النيل، ومن ورا شباكها المرة دي لمحته ذهبية. حست بالغدر إن هو قدر يضحك عليها بكلامه وخلاها تصدقه، لكنها المرة دي صممت تكشفه بنفسها. وزي أبطال الروايات اللي بتقراها، لبست هدومها وطلعت بقنديل النور بتاعها وركبت الكاريتا وطيران ورا حارس. لمحها واحد من اللي كانوا بيدوروا على الطفل من مسافة قريبة، وساعتها قال لواحد معاه باستغراب: مش دي ذهبية بنت اخو الحاج كمال؟ ايوه هي، ايه اللي مخرجها بالكاريتا لوحدها كده؟ لا وبتجري كده ليه؟ دي زي ما تكون مأمورة ولا مسحورة. انت قصدك انها والواد اللي معاها في الكاريتا ده يبقى؟ وطبعا كلامهم جري زي النار وسط القش. وفي اللحظة اللي وصل فيها حارس بر الوادي، جري المسافة اللي بين البر والوادي بسرعة خرافية، سرعة ما يقدرش عليها بشري. وأول ما وصل لأرض الوادي شافها ست عجوزة شعرها أبيض، لابسة لبس أسود، واقفة عند صخرة عالية قدامها حلقة نار فيها الطفل المسكين مغمى عليه. جري حارس ناحية حلقة النار وخرج الولد بشجاعة وقال لها: أخيرا لقيتك يا ملعونة. بصت له الشنطة وهي بتقول في غضب: إزاي تجرؤ وتقاطع المراسم؟ تقدم ناحية حارس وبدأت عيونه النحاسية دي تنور ببريء مخيف، وهو بيقول لها: كفاية الأرواح اللي أخدتيها من أهل طيبة القرون اللي فاتت، وكل ده علشان سحرك الأسود الملعون. ردت هي بغضب وعينيها بتتحول للون الأحمر: أنا لازم أفضل شباب، لازم أفضل شباب للأبد، فاهم؟ للأبد. في الوقت ده ذهبية كانت وصلت بر الوادي وشافت وراها منظر رهيب. في النيل شافت أعداد ضخمة جدا من المراكب شايل الناس بمشاعل النار وأناديل النور بتزحف ناحية البر. أول ما شافت المنظر خافت وجريت ناحية وادي الملوك، ومع وصولها لقيت قدامها مشهد عمرها ما هتنساه. حارس كان ماسك سلسلة حديدية ضخمة، وفي آخرها طوق خانق بيه ست عجوزة كبيرة عمالة تطلع صوت عامل زي صوت الزمجرة. كل اللي صدمها هو مظهر حارس نفسه، لبسه كان متغير وكان لابس زي جنود الفراعنة زمان، لبس زي اللي كانت بتشوفه على جدران المعابد. حارس ملى عيونه منها في لحظة وقف فيها الزمن، وبعدها قال لها بسرعة: ما عنديش وقت للشرح، الولد سليم لحقته خلاص يا ذهبية، طيبة بقت أمان. بصت له بذهول وهي بتحاول تستوعب أي كلمة أو مشهد من اللي هي فيه، لكنه مد إيده ليها بورقة وقال لها: السر يا ذهبية. مسكت ذهبية الورقة من غير ما تنطق. بعدها شافت حارس وهو بيتكون حواليه عاصفة رعدية، ورغم صوتها العنيف سمعت صوته وهو بيقولها بصدق عمرها ما حسيته من حد: بحبك، بحبك يا ذهبية. واختفى من قدامها باللي معاه فورا. فضلت متسمرة قد ايه ما تعرفش، وفجأة فتحت الجواب وبدأت تقراه: أميرتي ذهبية، إن الكون كله بعناصره لا يمكنه أن يصف مقدار ذرة واحدة من حبي لك، فلقد أضاء طريقي بك واستضاءت روحي بقربك، وكم وددت لو أنني كان بمقدوري أن أبقى معك للأبد، لكنني جندي أتنقل عبر الزمن، والجندي لا يملك حتى روحه، فكل ما يملكه تحت إمرة الوطن. لقد أمرني الملك بتطهير أرض طيبة من ساحرة ملعونة
نازعت أهل الوادي في أمنهم وراحتهم لقرون طويلة، وبمجرد أسري لها كنت سأختفي. لكن مهمتي أصبحت شاقة على كاهلي كأحجار الأهرامات عندما هاجمت عاطفتك اللينة مهجتي الجافة، فلم أدري ماذا أفعل. لكنني في النهاية انهزمت لنداء الواجب، فنداء الواجب مقدم دوما على نداء العاطفة، ولا غضاضة إن لم تصدقي حرفا واحدا مما كتبت. لكن هذا سري، سري الذي وعدتك أن أخبرك به، مخالفا لأول مرة كل ما تعلمته عن الجندية، ولا ضرر إن لم تستطيع الاحتفاظ به كما قلت لمدة 100 عام. فأرض طيبة أصبحت آمنة للأبد، وهذا هو ما يهم. حارس. كانوا أهل البلد في طريقهم للوادي ودهبية بتقرأ رسالة حارس، ورغم استحالة استيعاب كل ده في وقت قليل، لكن دهبية استوعبته بحب ومسؤولية. وبعدها جريت على حلقة النار اللي كانت بتبرد وكرمشت الرسالة في قبضة إيديها، ومسكت بيها جمرة محتفظة بحرارتها علشان تمحي بيها أثر الرسالة اللي ممكن تكشف سر حارس. وكلفها ده ألم لحظي وصرخ قوية، وأثر حرق هيفضل في كفها لآخر يوم في حياتها. وقتها كانوا وصلوا أهل البلد خلاص، وشافوا دهبية قرب حلقة النار المطفية وهي ماسكة الجمرة بإيديها. وساعتها قال واحد منهم بسرعة: دي ماسكة النار بإيديها يا أولاد، دي زي ما تكون مش حاسة بيها. لكن دهبية كانت حاسة بالرضا مش بالألم، حاسة بالأمان مش بالخوف، حاسة بالسعادة لأن الإنسان الوحيد اللي حبيته طلع بيحبها هو كمان، وقدرت تمحي له أي أثر وتحفظ سره. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ الناس اتقسمت، اللي قالوا إن هي اللي كانت بتخطف الأطفال، واللي قال إن دي كانت مسحورة وما تدراش بتعمل إيه، لو اللي نجاها كمان إن الولد اللي أنقذه حارس قال إنها مش شكل الست العجوزة خالص اللي جابته لهنا. حتى دهبية نفسها ما تكلمتش، عمها لف بيها على الدكاترة جوا البلد وبراها، ولكن مفيش فايدة. وبعد الحادثة دي انتهت تماما ظاهرة خطف الأطفال من البر كله، وده خلى عدد كبير جدا يصدق إن دهبية هي الشنطة. لكنها برضو ما تكلمتش، وشالت اللقب الظالم ده جيل ورا جيل ولمدة 100 سنة، علشان خاطره هو بس، علشان خاطر حبيبها الوحيد. عاشت ازاي 100 سنة دول مش مهم، الست خلاص ماتت، والواحد لما بيموت بيقابل حبايبه. عرفت ازاي؟ من الابتسامة اللي كانت على وش الشمطة لما ماتت. مش الشمطة الشريرة اللي بتخطف العيال، لا، الشمطة بتاعتنا الطيبة، دهبية أميرة الحارس. وبهنا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون الرحلة دي عجبتكم. بشكر عزيز يقود جدا على كتابته للحلقة دي، وبشكركم انتوا كمان على حسن المتابعة. وأتمنى لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، لو انتوا مش مشتركين تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تنضموا لجروب عائلة الروع على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، وتعملوا فولو على الانستجرام وفيسبوك وتويتر وثريد وإكس. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية، وتصبحوا على خير.